تقول السائلة: ما حكم خروج مجموعة من الفتيات من طالبات تحفيظ القرآن الكريم إلى خارج المدينة في استراحات لقضاء فترة استجمام في النهار كاملا، علما بأنهن يخرجن بدون محارم؟ المرأة تكون في بيتها، تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد لها منها، كأن تخرج لتشتري حاجة تحتاج إليها ولا فيه من يشتريها لها، أو تخرج لعمل تعمله من أجل أن تعيش من ورائه ليس لها مصرف، فتخرج للعمل الذي ليس فيه اختلاط وليس فيه سفور، عمل خاص بالنساء، فتخرج لهذا الغرض. أما أن تخرج للتفرج والنزهة فلا يجوز لها ذلك، لما فيه من الخطر والاختلاط، ولأن هذه الاستراحات يجتمع فيها ما هب ودب من البنات ومن النساء، ولسنا على مستوى واحد في التدين، قد يكون فيهن من ليس لها دين أو دينها فيه خلل أو أنها تعتنق بعض الأفكار فتؤثر. فالمرأة تحفظ، خصوصا الشابة يجب على وليها حفظها في البيت. إذا كانت لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وتكون أيضا غير متجملة ولا كاشفة لشيء من جسمها، فكيف تخرج للمنتزهات؟ المسجد ما تخرج إليه إلا باحتياط، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوف، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، بيوتهن خير لهن. وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات. فالأمر فيه احتياط وفيه ضوابط، ما هو بس البنت تخرج إلى ما تشاء وتروح للمنتزهات وتروح هذا لا يصلح ولا يجوز، هذا تضيع البنت فيما بعد.